طب عموما يا منى احنا عايزين برضو نشوف حاجه من فاكساتك، اسمحي تناوليني اي فاكس من الفاكسات اللي قدامك دول. ها ما تقري ولا اقراها انا؟ بس يا رب اعرف اقرا. طب اقري. الفنانه الرقيقه ولؤلؤه الاي ار تي يبقى حضرتك طبعا. اشكرك، لقد استمتعنا كثيرا بكلمات النجمه المعتزله شهيره، ونشكرك كثيرا. يا رب عايزه اشوف الحلقه دي اشوفها ده. ونشكرك كثيرا اليوم على وجود منى عبد الغني، فمن حظنا ان نرى ونسمع هؤلاء النجمات ونعرف وجهات نظرهم في كل القضايا المتعلقه بحياتهم الخاصه في الفن وفي الحياه. ولكن لفت نظري لها احدى المجلات تقول ان زوجها عندما تقدم لزواجه منها اشترط عليها ان تعتزل الفن والغناء، لكنه بعد ذلك غضب منها بسبب اعتزالها وارتداءها الحجاب وكاد ان يطلقها. فكيف هذا التحول؟ تجيب منين الاخبار دي؟ ده مش انا، ده الفاكس مش تقرينا اسم هم يعني المرسل. منى عبد الراشد، الامارات العربيه. منى عبد الراشد من الامارات العربيه. اولا بشكرك على تحيتك الرقيقه للبرنامج وحلقه الفنانه شهيره وليا، اشكرك جدا. وهنسمع بقى رد فنانتنا الجميله منى عبد الغني. بتضايقي لما اقول لك الفنانه؟ لا بالعكس خالص. صحيح؟ لا لا طبعا، شوفي كل شيء جميل فيه ابداع بيتسمى نعم. فن. صحيح. نفتح كتب الفقه فن، التجويد فن. صحيح. الرسم فن، كل شيء فيه ابداع فهو فن. فهو فن طبعا، رقي، فن راقي طبعا. فبالنسبه بتاعها بتقول انه فعلا في الاول اول ما ارتبطت بزوج شريف سلامه قال لي يعني بس تبقي متفرغه والبيت وكده وتعتزلي. جيت شوفي سبحان الله الفكره بتاعتي انا. انا اللي قلت له تيجي نعمل فرقه مع بعض. هو كان عازف جيتار كده لوحده في فرقه، فقلت له لا انت تبقى صاحب فرقه. نعم. انا بقى اللي فكرت بالافكار دي، وقلت له نعمل فرقه مع بعض، ويبقى فعلا كنا بالفعل شغلنا مع بعض. يمكن اتعرف حتى عننا ان احنا بيتي قوي، يعني شغلنا والبيت. مفيش حاجه اسمها بعد الشغل في حفله. في بيتنا حفله. دي مش موجوده، ولذلك الناس تقول لك طب انت حياتك اتغيرت؟ ابدا ما فيهاش تغيير خالص. يعني ما كنتش متعوده بقى، حتى كانت تجي لي الشغاله تطفش تقول لي مدام منى انا فاكره ان هلاقي عندك بقى اعياد ميلاد وحفلات وهيصه يعني. فتزهق. بيتي يعني. حتى انا كان نكون ملناش اصحاب. طب ليه ملكوش اصحاب؟ هو ده حاجه يعني عيب؟ كل الناس حبايبنا معارفنا. لكن اصحاب قريبين قوي تلاقيه واحده اتنين كده، ما فيش. عشان كده كنت بتقولي يلا يا اصحاب. انت عايزه اصحاب ساعتها. بعد كده هو اللي انتج لي اصحاب. طب انا عايزه اسالك سؤال، ايه يعني موضوع ان هو يعني انت اللي مصرحه وقايله ان هو اشترط عليكي قبل ما يتجوزك انك تعتزلي الفن وانك تقعدي في البيت؟ ده كلام حقيقي؟ يعني كان بمعنى ان يعني في الاول اتفاق، وبعدين بقول لحضرتك جت الفكره مني انا. طب ليه بدل ما تشتغل لوحدك لما تبقى صاحب فرقه؟ يعني فعلا في الاول هو كان مفضل. مش بشده، كان يفضل. طب وبعدين لما انت عرضتي عليه فكره ان هو يبقى عجبته الفكره بقى يعني هو قابل لما انت عرضتي الفكره طالما هيبقى مع بعض تشتغلي معاه؟ ايوه، ان الشغل ما بيبقاش فيها احتكاك قوي بالوسط، لان هي ساعه على الستيج مع بعضينا طالعين نازلين وبنطلع مع بعض بننزل مع بعض، فما بيبقاش فيها احتكاك قوي يعني. بعد اعتزالك بقى ايه اللي حصل؟ ما اقدرش بقى ابقى صاحبه الافكار ديت واجي انا ازعل، لانه انا عملت يعني بنى مثلا حياته على ان خلاص انتوا بتشتغلوا وهو بيشتغل، عملت صدمه فجاه انت عملتي له صدمه مختلفه. صح بالظبط. فكان لازم اكون يعني واحده تتبع الحكمه يعني في انك تقنعي. الى رب سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. فكان لازم احد يعني هو يستحسن فيا الالتزام ده، يحس ان هو ينطبع. اسالوه بقى هو يستحسن ولا ما يستحسنش، نساله احنا. طب لا انا برضه عايزه اعرف، هل الخلاف ده خد وصل لشكل ممكن انفصال نقدر نقول؟ لا خالص، لا ما خدش شكل انفصال. هو انا اصريت على موقفي وقلت له انا عملت حاجه لله. طب ما سالتنيش، قلت له هو انا عملتها لله. مش لحد. يعني لو بنتي او ابني هيكونوا سبب في فتنتي انا مش عايزه حد يفتني.
ومن ازواجكم واولادكم فتنه عدو لكم فاحذروه. ما شاء الله انت حافظه. ما شاء الله تمنى ان اكون حافظه. فلو حد هيفتني بدي شكرا، مش عايزاه في حياتي. فخلاص حاسه ان انا فعلا عامله حاجه لله وبحبها وبزيد فيها الحمد لله، ربنا يجعلنا في زياده يعني. فاستسلم بقى. استسلم يعني طلعت انت اقوى منه وتمسكتي بموقفك. في الاول في الاول انت تمسكتي بالعمل فاقنعتيه وخليتيه يشتغل معاكي. وفي الاخر انت اقنعتيه، تمسكتي بالاعتزال فاقنعتيه. انت المراه مؤثره ازاي. انت قويه جدا يا منى، انت قويه. احنا بس عايزين نبقى محضر خير يعني. ايوه هو فعلا ساعد صفا خالص.